الله على اللي نازحات المشاوير جرد السهال القاسية والرمالي يشوحة ويموحة بت ياسير شو حرش المبرومة بين العيالي من جنبير غمقوها الحوافير مصرمدن تاريخ عصرها اهلالي عما يكسر حد شوفه النواظير جيل الوالي من طواله المدالي وردت عليه ضعون بدوة ومظاهير عطشة ولا فوقه مقامة ومحال وتخالفت بين الرجال على شاوير احدنا بالميراد وحدنا يبالي وقامن يجرن الحريرة الغنادير ويبين اطراف رمزة الجمال وتجابن بالصوت وين المناعير وقامن يطشن العبية والشيال وتواردوها اثنين فيهم عياطير من صوتهم فيهم طرب وانفعالي وتلو فوق وطيروا فيه تطير حرفين ذرفين شاطنة اعجالي جيبن يعدي نايفات الحمرير بالعرض يبجدهن ويطلع عدالي مصنع التوريد ما هو بتصدير واللي مضى من وقت عمره ليالي بده لا شفته يصيبك بتخدير وكشن لا شفته يجيك انذهالي متطور من قبل وزادوه تطوير رجل ريالي كونه المستحالي فيك صار له في كل دولة جماهير ما فيها هرجة لكن السعر غالي يبي لهذا تشجونه العصافير وشع الصباح وجالهن اجتوالي طلبت عون الله ولي المقادير ونحرت هالصمانة ديرة خواله لبيوتهن يوم وقتها الخطاطير يلقاها الضيف العشاء والظلالي مثل الجبال الشامخات المقاطير يا من بهلي عن عوانيها جالي وعلى السبايا ينطحون المغاوير ويهاجمون ويحتمون التوالي قوم اللي كروا وفروا مدابير على المهار مجدلاته الحبال يرزابهن للخلف مثل البواتير دبارهم حرفة وخطت قتالي يا ملحقهم من قال تكفون يمطير لو الأصوات الرصاصة اشتغالي دينهم تورد شبات البواتير ومتونهم تدحم ركونة الجبالي وعيونهم بالهوش توصف على التير لها بجمر السمر مضرب مثالي ونساقوا العطفة القوم منحير وعقبل معاند واحتكام الجدالي قدامهم تصغر كبارة الطوابير ويصير فيها زعزعها ونحلالي ونجالهم عند العواني مثاوير يدون حتى بر سنة والعقال يبي خيام بالعمد والتيزير وبريت الضيوف سمحة القبالي مرفوعة مثل المزونة المزابير ممسوسة مفروشتنا بالزوالي مفتوحة بيبانها للمسير ونار لها في كل وقت اشتعال يرمى حطبها من كبارة الجثامير سمر القرى ما هي من طارق السيالي ونجل لحرك تفجر تقول زير وبيض غريب شكله هنا بدلال وحين نقلطهن كرامها وتقدير لبعد بعيد وللزريب المالي وترحيب تمها يتصنع وتزوير البال يضحك والحجاج انفلال الجود وكرام الوجيهة المسافير طبع رجال اللي تحب الكمال ما يقبلون النقص والنقص تقصير لو الحبون تسمي المرة حالي الجود صار بذار والبخل توفير على هدفهم ركبوها احتيالي والمزن ما ينبت زهوره ونواوير ولز الضميانة شوف الخيالي ما ينبت المرعى ولا ينفع البير انسان ما صب القراحة الزلال يا الشيخ عامر دون نقصان بالغير بالويحك شيخ شملة الهجالي بين القبائل حجمه أكبر من النير والفعل هو مقياس حجمه الرجالي ذكر الشهير مع الرجال المشاهير ودائما ذكره بالمجالس مجالي واخذت عنها من الشويب تقارير مني عنها بكل شيء حد سالت اني فرجني على فيلم تصوير حيرة تفكير مثل الخيالي من شر ربع صخر الصعب تسخير خلى الجبال دروب مثل السهال الشامخات اللي بهن للصقاقير مصنع ولع لكن عسيرة المنالي شمر وفجرهن بالالغام تفجير لجن تحقال هدف ولا مالي خط انت عقبه الضخام المواطير عز مطلب للبلد ولا هالي وبن العماير بهضات المخاسير واحد هدايا ما عقبهن ريالي ومن يبذل المجهود في نية الخير يلقاه عند الله عزيز الجلال تم الكلام وكل ما قلت تعبير عما طرالي بالبيوت الجزالي مثايل مثل الذهب والدنانير ومن كان مستوى الشعر عالي وإنسان ما قروا لهن الشواعير من نظمها ريحت فكري وبالي.